السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي خواتاتي، سابقا درت لكم الفيديو المشاهدين ديالي المشاهدات التوعي داخل المغرب وخارج المغرب. ديجا بعدا صبت لكم واحد الفيديو، مشيت لواحد الجبل وكنسقي الماء من واحد المطفيه، مطفيه اللي هي خوتي كلها غنيه على التعريف ومعروفه بالناس تاع الجبال ومعروفه بالناس ديال الصحراء، والماء ديالها تبارك الله طبيعي وفعال وزين مناش، حيت اخوتي هو تيكون ديال الشتاء. وراه اخوتي مشاهدين ديالي المشاهدات التوعي، الماء ديال الشتاء راه معروف بالشفاء ديالو، اللي هو ماء الخير، دموع الفرح، ماء السحاب، كامل هذا السميات عنده. وراه هو ماء اللي هو كيجي من عند الله تبارك وتعالى، كيجينا من عند الله بلا ابار بلا حتى شي حاجه، من عند الله تبارك ومن عند العرش العظيم مني كيجينا حنا هاد الماء، هاد الماء اللي هو ماء ديال الخير وماء المطر ودموع الفرح، هو ماء الشتاء، ماء الخير، ماء السحاب كنقولوا حنا. هذوك المطفيات اخوتي مشاهدين ديالي مشاهدات التوعي، احنا مشينا زرنا واحد المنطقه وشفنا شويه اركان، وشفنا اخوتي اخواتاتي شفنا هادو دابا هاد الماء هذا جبناه متك وريتكم، قلت لكم انا راه غادي نمشي عهدتكم غنجيب لكم الماء. ودابا الماء راه كاين عندي، اللي بغاه بالمجان يجي عندي مرحبا وسهله، مرحبا وسهله. اللي عنده المطفيه وكيعرف المطفيه وكيعرف هذيك المطفيه كيديروا فيها الماء يمشي عند الناس، يعني الحمد لله الناس في البوادي في القرى في الجبال في الصحراء كاين الماء تسحب، في الصحراء كاع راه موجود، جيبوا من عنده الماء ديال الشتاء قول يعطيني شي وقت هو راه من ديال الشتاء وديال الشتاء. وسمعوا السيد، راجعوا الفيديو اللي تحت هذا الثاني ديال هذا، وسمعوا السيد تبارك الله في عمره 90 عام، والسيدة عندها 84 عام، وقالت لك اسيدي هذا الماء تسحب 5 سنين 6 سنين. السيد قال لنا 5 سنين، والمرأة ديالو قالت لنا لا راه فوق 6 سنين، فوق 5 سنين فوق 6 سنين. قال لك مليح ملعهم، هي عاقلة بواحد الواد حمل عندهم الماء وجاهم في الشتا، قالت لك سنين هذي جاية 8 سنين ولا 10 سنين. وشوفوا اخوتي اخواتاتي المشاهدين ديالو، شوفوا القدرة الإلهية، هذاك البير ما فيه دواء، ما فيه جافيل، ما فيه والو، هذيك المطفيه ها انتم اخوتي اللي هي غنيه على التعريف. وشوفوا اخوتي الماء ديالها كيفاش داير، شوفوا باقي الماء ديالها اخوتي اخواتاتي، هذا راه الماء ديالها انا كنشربو، ماشي ما كنشربو انا كنشربو، ولكن الانسان اللي ما باش اخوتي اخواتاتي ما يشربوش، كاينه الطريقه ديالو باش غادي ديروه عادي ديروها اخواتي اخواتي. بغيت نكمل لكم هذا الماء ديال السحابه، هو انا كنشربو كنهزو كنشرب ماء، ما فيها يا اختي حيوان، ما فيها حشرات، ما فيها سبحان الله العظيم مخانز ما والو. شوفوا القدره الالهيه، شوفوا المعجزه طاعت الله اخواتي اخواتاتي. راه اللي عنده شي مشكل واللي عنده ضيق واللي عنده مرض يحط الرحال على الله تبارك وتعالى، وراه كلشي الله قادر عليه، راه رب الكون قادر على كل شيء. راه شفتوا والله العظيم اخوتي الا تعجبت انا ملي شفت هذيك المطفيه الا فيها الماء 6 سنين 10 سنين وجبدتو هكا هكا اخوتي، كي كتشوف فيها شتيه كي تشوفوا فيه في القرعه، كي تشوفوا فيه في القرعه اخوتي. ودابا اخوتي هذا راه هو علاج، علاج اخوتي اخواتاتي المشاهدين ديالي، علاج 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 اخوتي، كيكاد يعيد العين والسحر والحسد والتابعه، وكيزيد في الرزق وتيجي بالتيسير من عند الله تبارك وتعالى. والله العظيم اخوتي انا ما نجيب لكم شي حاجه اللي هي شعواده، لا تسمحوا لي راني حاجه وشاده في شبيت النبي، انا راه ما نجيب لكم شعواده، ما نجيب لكم حتى شي حاجه، غادي نجيب لكم كلام الله وذكر الله وطاع الله تبارك وتعالى اللي عاد نجيب لكم. كنعاهدكم اخوتي اللي دار هذه الوصفه الريحه على الله والتوكل على الله، راه يبقى كي ولداتهم، راه الامور عاد تيسر، السحر عاد يحيد، العين عاد تحيد، الحسد عاد يحيد، عين المتابعين عاد تحيد، اللي
تابعك خوك، تابعك اختك، تابعك الاقارب، غيحيدو وغيفيض ربي خميرتك وعايزين الله في رزقك داخل المغرب وخارج المغرب، داخل الوطن وخارج الوطن. خوتي خواتاتي تابعوا معايا شنو غندير لكم. انا ما بغيتش تشربوه، كاين دابا السيده قالت لي الحاجه انا ما نقدرش نشربو، نتوما كاين ما ديروا به. خوتي خواتاتي المشاهدين ديالي راه تحطوا الريحه على صدر ربي، وكان عهدكم اللي دار هاد الوصفه هي كيبقى تكي ولدات امه، غير هو يتاكل على الله ويحط الريحه على الله. انا جربتها وعطيتها للناس، انا جبت الماء، تنجيب الماء، كنجيب الماء الحمد لله من المطفيه، كنجيبو تاع الشتا كيعطيوه الناس كيشربوه كيعوموا به كيرشوا به المحلات ديال التجاره ديالهم. قسما بالله يا اختي لا عيطوا ليا في الخاص وقولوا لي الحاجه الله يجازيك بخير. كان اللي يدخل الفيديو تصنت الفيديو وتفرج فيه وتابعوا، جا قال لي الله يرحم ليك الوالدين، حيت هادشي اللي كنقول لكم انا موجود ماشي مفقود، ماشي مفقود، راه ماشي مفقود. تبارك الله دروكا خيراتنا الناس زايدين لقدام، دابا راه حتى زمزم راه موجود، راه جمجم تبارك الله موجود، توكلي على الله وخذي زمزم من الحانوت. انا هي كنعطيك مثال، حتى هاد الماء هذا راه موجود، كاين الناس اللي عندهم مطافي يطلبوا الناس. حنا المغاربه تبارك الله معروفين بالكرم ديالنا ومعروفين بالحسنه ديالنا وكل شيء. شوف اخوتي عاد ندير معكم انا، شاهدوا شوفوا هذا اخوتي السيدر، هذا السيدر ورق السيدر مذكورين في القران. انا ما تسمحوش ليا اللي درت لكم شي حاجه اللي هي حطت تحترق القانون وكتدي الشعواده. هذا السيدر مذكور في القران، تابعوا معايا. هذه اخوتي ملحه جبال الهيمالايا، الملحه زوينه للعين زينه للسحر، الله يخطينا الملحه ديال الدنيا ولا تاع الاخره. ها هي ملحه ديال جبال الهيمالايا، تابعوا معايا اخوتي. ها هي شتيها ملحه ديال جبال الهيمالايا، كاينه في السواق موجوده عند العطاري. ها هي زوينه طبيعيه فعاله، حتى هي الملحه راه مذكوره. ها هي هادي اختي ناخذو هادي، واحد جوج ثلاثه، ديما نديرو الفرد، نديرو واحد جوج ثلاثة. بسم الله اتقنا الله يا بركة الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، توكلنا على الله، الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحي وهو على كل شيء قدير. الحمد لله والشكر لله، بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تردوها ثلاثة المرات وتصليوا على النبي ثلاثة المرات وتوكلوا. غادي ناخذ أخوتي كريتكم دابا السدر، درت لكم السدر تما ودرت لكم الملحة تاع جيبي الله يمنعها، كنعطيوها أخوتي الماء اللي هو قلت لكم. ها هو صوري مزيان، شوفوا القرعة اللي كتبقى ثم ديروا على قياس ديالكم. هانتوما خوتي شاهدوا معايا مزيان، شاهدوا معايا وشوفوا اشنو كنقول لكم. ما ديروش اخوتي شي حاجه تاعت الحديد، لا هانتوما هانتوما خوتي، ها هو هذا تصورها منها، هذه تخليه 3 ايام حتى هو. غادي ديروا 3 المعالق ديال السيدر، وغادي ديروا 3 المعالق خوتي المشاهدين ديالي 3 المعالق تاع جبال الهيمالايا، ملح جبال الهيمالايا، وغادي ديروها هكا. فهذا يكون نقي ما يجوش منه لدام هكا، غادي تخليوها حتى هي 3 ايام عادي تشدوها اخوتي المشاهدين ديالي، عادي تردوها طيب شويه بحال يبي الماء يطيب قرب الطياب، طفيو عليه خليه تيبرد. تابعوا معايا اشنو تنقول لكم، هذا هذا الشيء اللي كنقول لكم راه بحال السنه، اللي خلاها في السنه غيتعقب به. غادي تحطوها اخوتي وغادي تصفيوها في شي زويف يكون رقيق زيف رقيقته بحال دوك الشانات، صفيوها مزيان و
وعمروها في القريعه الرشاشات، رشاشه القريعه الرشاشه، رشوا بها بحال هذه اختي، هما صوريها للمشاهدين، صوريها بحال هذه هي، عمروها عاود طبخوا. انا تنقول لكم انا هي القريعه، عطيتكم هذه قرعه اخرى، انا وريتكم هي بحال هذه ولا اكبر منها، ولا بحال ديك الكبيره اللي كنديروا فيها اللي كيكون فيها المعقم ولا شي حاجه، وتصفيوها وتعمروا وتعطيو لوليداتكم بنياتكم، ترشوا لواحد محالاتكم اللي عنده الكسيبه، اللي عنده البهايم في البلاد، اللي عنده البلاد اسميتو في البلاد. والله اخوتي جبت لكم وصفه طبيعيه فعاله باذن الله تبارك وتعالى، ما تبخلوش عليها. اللي باغا وما كنتش صاوبها يجي عندي مرحبا، يجي عندي مرحبا. انا الماء هذا الماء ديال المطفيه اللي هو 6 سنين ولا 7 سنين كما تيقولوا الناس على قولهم، انا ما شفتش ولاني راه عندكم في الفيديو، تدخلوا الفيديو الثاني ديال هذا الاخر اللي في هذا القناه، غادي يعطيكم سمعوا السيد بعينيكم، وانا ما تنكذبش عليكم وما كنديرش لكم شي حاجه اللي تخترق القانون ولا كتخترق الله تبارك وتعالى، وما تنزيد عليكم شي حاجه اللي ما كايناش، ما تيقولهاش شي حد، نقول لكم فلان ده هزوا سمعوا رجعوا الفيديو عاد ديروا هذا الطبيعي. قال لك السيد راه الماء تاع 5 سنين وتاع الشتا وزيادون، كاين من كيدخل وكاين ما زايدينش عليه، والناس مساكن ما عندهم حتى الماء. والله اخوتي اخواتاتي المشاهدين ديالي والله ما عندهم الماء، ما عندهم لا روبيني لا والو، كيشريو هي الماء، وهادي دايرينها هكا تيطيبوا منها اتاي. قال لك كلشي كيديروا كيطيبوا الماء وتيشربوه، كاين اللي كيشربوه بلا طياب، المهم راك عارف سيد ربي ملي كيسترك فواحد الحاجه. وعاد تشدوا اخوتي الناس اللي عندهم الكسيبه، اللي عندهم البهايم، اللي عندهم النحل، هانتي دابا النحل تيهرب باذن الله، يرجع باذن الله. رشوا دوك السناد قطوع النحل، ديروا هادي ونصوا دوك السناد قطوع النحل، وحدا فين كيعيش النحل، وبغيتو دوشو دوشو به، عندكم الماء كثير ديروا عمو به، هذا ديروه في البخاخ بقاو ترشوا به يديكم رجليكم وجهكم، التجاره ديالكم الحوان ديالكم العمل ديالكم. يلا هانتوما خوتي تابعوني، يعني بارك الله عليكم، ورا خوتي دخلت عليكم بالله تيجيب لكم الله الشفاء، راه كيجيب لكم الله الشفاء، انا راه قلت لكم هانتوما. ها هي من ها هي الهيمالايا، ها هي خوتي، ها هي السيدر مطحون خضر تبارك الله باقي خضر هنا، ها هو الماء ديال سميتو، ها هي الوصفه اللي درت لكم اخوتي. شوفوا تبارك الله والله حتى تعشقوها، عرفتي شي ريحه فيها، يا سلام هذا الشفاء، والشفاء تاع الله راه اختي، عندنا العين، عندنا السحر، عندنا العين، وكيبدا من مي كيداوي واش كيمشي يدير شي تخربيق، ما عندها حتى شي علاقه باش عاد تهديكم السحر، حتى شي علاقه، كتمشي وتشي تخربيق شي بخور ماشي زوينه خانزه شي، واش فرقش الحمير؟ جات ليا المراه البارح قالت لي شوفي اختي شريت الطماطيل جات ليا فيه فرقش الحمير، واش اخواتي اخواتاتي المشاهدين ديالي دخلت عليكم بالله بالله عليكم، واش فرقش الحمير كيبخروا بهم الناس؟ واش فرقش الحمير عيبخروا به الناس؟ الناس حدايا كيضحكوا، فرقش الحمير عيبخروا به الناس، كيخليو الوصفه الطبيعيه الفعاله اللي مستي عليها الله هي السيدر، خلاو الماء تشتاد ماء السحاب اللي كيجي تاع الخير، وزيدوا زيدوا 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 زيد شحال من حاجه، زيدوا زيدوا دخلوا للقناه ديالي واستافدوا. البنه مبرمة مزوجه، مره ما كتولد، العيكس، الصداع، المرضى، دهنوا بهادو اللي تيمرض عليه شي حاجه يرشطوا، اللي فيه شي حبير اللي فيه كاع الخايب الكونسير اللي كيعطينا الله يرش به هاد الماء، وتوكل على الله. والسلام عليكم اخوتي اخواتاتي ورحمه الله تعالى وبركاته.